الجزء الأخير طبعاً راشة شمال يمين فيها مشي، هي سهلة ما حركز فيها كتير لأن أعطيتكم إياها كتير. أنا بعمل موج بخصي هاي شمال 1 2 هيك نفسها 1 2 سويها على السريع مرة 2 خصر لا تتعلميها سوية بطيء بعدين اسرقي فيها خصر خصر بالنص شوفوها كيف عم تصيرها